هو عندما يقول مخرج الضاد منين تخرج؟ ريت الأسنان التي لونت باللون الأزرق سواء كان من الناحية اليمنى أو اليسرى، هذه يسموها منطقة الاتكاء، منطقة الاتكاء والضاد اللي هي لونت باللون الأصفر تسمى منطقة التلامس، بمعنى أننا ننطق حرف الضاد يكون الضغط والاتكاء على الأسنان التي لونت باللون الأزرق، التي لونت باللون الأصفر يقع فيها تلامس، يقع تلامس فقط، اللي يكون مثال ولا ضال يضغط على مقدمة اللسان هي التي لونت باللون الأصفر، فهذا قد أخرج حرف اسمه حرف دال، كأنه يخرج حرف الدال مفخم، يقول ولا ضال ولا ضال، لكن ما يكون الصحيح هو ولا منطقة الضغط والاتكاء هي التي لونت باللون الأخضر ولا أو يعني المنطقة التي لونت باللون الأخضر هي منطقة الاتكاء والضغط، التي لونت باللون الأصفر منطقة التلامس، يعني الإنسان يلمس ما تضغطوش على المجرى الصفراء. ضاد متحرك، متحرك إما بالفتحة أو بالكسرة أو كذا أو نحن يقول ضاء 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 واضحة، قلوش قلوش ضاء هذه دال مفخمة، ضاء أنا الآن قاعد نضغط على مقدمة اللسان نقول قول ضاء، لا هي ضاء 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 واضحة. من أدنى حافة اللسان هذا مخرج الضاد، مخرج الضاد مخرجها من هذه المنطقة. قل مثال إن الله لا يهدي القوم أو الظالمين، هذه ضاد وليس ضاد. ناخذ الفاتحة تسمعها مني تقرأوا خلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مش أجمل خوبي
سبحانك بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.